فيلم كيرة والجن الكل يتكلم عنه. يا جماعة ما عليكم من شعري لأن ما بي أسشوره، خلي كذي كشة عشان ما يحت لأنه قاعد يطيح. المهم أنا أول مرة أي مول العاصمة، المول وايد شرحه فيه سبيس، فيه مساحة. المولات الباقية أوكي، الأفنيوز وكل شيء ما زال فيه نفس الأشخاص اللي لما تمر يرشون عليك العطر وتعال غصب اشتري وتعال جرب ويخربون مودك. فجيت هني جوي أتريق قبل الفيلم، راح أدخل فيلم كيرة والجن لأنه وايد عليه إجماع أنه هو فيلم ناجح وكل الناس حابته، وراح أعطيكم رأيي الحقيقي فيه. أردي طالعوا الفيلم، حطوا لنا رأيكم، نعدل كشتنا، حطوا لنا رأيكم في الكومنتات لأن الفيلم شوفوا إذا ما أخذ أوفر ريتد أنا راح أقول لكم، تعرفوني ما أجامل يعني، وعادي ما عندي مشكلة حتى لما تشوفون مسلسلاتي وما تعجبكم قولوا، بس قولوا بلطافة عشان ما أنجرح. فأحس إنه وايد كلام عليه ومن زمان، أنا من زمان كنت حابة أشوفه ولكن انشغلت لظروف العمل، وأيضا لأن أهلي يو الكويت فما قدرت أحضره لأن حضرنا فيلم كارتونش عشان عيال أخوي الأطفال. فالحين قلت لازم أحضره وأعطيكم رأيي فيه. الفيلم الساعة 2، فالحين راح أتريق لأني قاعدة أسوي الصيام المتقطع. أول ما أخلص الريوق عند جوي راح أدش الفيلم وأطلع وأعطيكم التقييم. ريوقي الجميل، في كيكة بوريكم إياها تحولت السحاب من ريفيو صارت سوالف. في كيكة بوريكم إياها كنت دائما أطلبها لمديرة معايا في الدوام ولا مرة أنا ذقتها، فالحين توصل وأصور لكم إياها. ولا مرة ذقتها كلش، دائما كنت أدزها لها أحسها لذيذة كذي، بس أنا عن نفسي ولا مرة I tried it. تفضلوا تفضلوا جماعة، توني طالعة من الفيلم الجميل كيرة والجن. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، شنو الفيلم حلو، أداء كريم عبد العزيز، أحمد عز، آخ 10 من 10، والناس كلها في التقييم كانت صادقة. الفيلم رائع بجميع المقاييس، ما أقدر، ما في شيء يعني، ما في شيء معين. القصة نفسها، الأداء، أداء الممثلين، التكنيك، تكنيك الطق والقتل كأنه صج، كأنه حقيقة، ما في أحد كأنه يمثل صج 100%. طبعا يتكلم لك عن الخيانة والوفاء وعن شياد النيلة اللي مو راضي ينتهي من عندنا اللي هو غسل العار، يعني المسكومينيكيشن أو عدم استيعاب الموضوع والسرعة في اتخاذ القرار بقتل الفتاة قبل حتى لا نسمعها تقول القصة وتقول ليش انها قالت هالكلام. يعني ما يعني العالم العربي طبعا في هذه النقطة ما تطور ولا تحسن ولا عمره بيتطور في هالنقطة بالذات. مطلعين شيء اسمه غسل العار، واي وحدة لو يشوفون اي شيء عليها او حتى ما يشوفون بس يسمعون يقتلونها ويتخلصون خلاص منها من غير حتى ما يعطونها مجال انها تدافع عن نفسها وحتى تقول الحق، تقول الصدق يعني. فهذا الشيء مؤلم جدا ومن قديم، من قديم الزمان، وما راح يتعدل ولا بيتعدل ولا بيتغير. قاعدين نسمع اساسا قتل الفتيات في بعض الدول زايد، الحالات اللي قاعدين نسمعها زايدة. على العموم ما بيروح لهذا الموضوع لأنه بالنسبة لي جدا محزن ومؤلم جدا، بالذات أني أنا يعني من نصيرة للمرأة يعني دائما. المهم الفيلم جميل، ولكن اللي أوردي يعانون من الاكتئاب راح يزعلون على القتل، مع أنه في يعني بين الفينة والفينة في أشياء يعني قالها أحمد عز يعني حط فيها نوع من الكوميديا يعني، ولكن عموما الفيلم رائع 10 من 10. الشيء الوحيد اللي بقوله عليه، لاني انا اصلا ما احب النقد تعرفوني، انه يعني طويل 3 ساعات تقريبا، قاصر 5 دقائق بس يعني، حتى ما اعطونا بريك فتطلع تعبان ما تبي تسمع اي صوت.
يعني تبي بس تروح تولاي داون وكأنك يعني ماكل جريسي ميل، وجبة دسمة كذي تحس، ولكن تحس بالإشباع والعمل جميل ورائع. وطالعوا اللي يحب الأكشن يطالعه يعني راح يستمتع. وبس 10 من 10، 10 من 10.